موسيماني عمل تويتات وعمل حاجات وشغال على تويتر. تحس ان موسيماني قاعد من امبارح بالليل على تويتر. طبعا كان في ترند امبارح لا للفساد وبتاعه يعني واخد ترند والاهلاويه دخلوا ومشجعين من كل حته والكلام ده, فريتويت على طول من موسيماني شغال على القصه دي, والناس تقول لك شفت الراجل ده رغم ان موتسيبي ده جنوب افريقي زيه بس شوف عشقه للاهلي. أنا مش عايز اضرب كرسي في الكولومب, ممكن تبقى ماشيه كده وحلوه. وموسيماني هنا بقى هو يعني ايه يعني امبراطور في الاهلي, عاشق الاهلي طبعا, واصبح يذوب عشقا, زيديني عشقا كاظم الساهر. وانا مش عايز اضرب كرسي في الكولومب, ده اكيد بيحب الاهلي يعني مدربه في الاخر يعني, وبقى جزء من انتصاراته وتاريخه العظيم, جزء الاصيل في النادي الاهلي. لكن ما تنساش ان موتسيب ده كان رئيس سان داونز لما موسيماني مشي, رفع عليه قضيه وخد منه نص مليون دولار مش كده برضو. فهو صاد بقى جات له على الطبطاب بقى انها اهلي, لكن في نفس الوقت ده مع موتسيب اللي هو عمل في الفصل القديم لما عارفين انتوا فاكرين لما طلع حكم محكمه بجنوب افريقيا ان موسيماني ساب سان داونز من غير موافقتهم وفسخ العقد من طرف واحد, فاكرين القصه الكبيره دي. وكان بيروح حتى ادي التويتات بتاعت موسيماني, احنا عندنا تقارير هنشوف فيه بتوسع يعني, ادي التويتات كلها بتاعت موسيماني. فالريتويت على طول شغال هو الحقيقه يعني, اللي هو ستوب كاف كوربشن, ستوب كاف كوربشن ده اللي هو اوقفوا فساد الكاف الاتحاد الافريقي يعني, هو يعني نشر ده ترند بصراحه كان امبارح شغال يعني, وموسيماني شغال عليه. فهو ده بقول لك رقم واحد في العالم, ترند رقم واحد في العالم يعني. بص الاهلاويه لما يخشوا قضي الامر الحقيقه يعني. ف مش عايز اضرب كرسي في الكولومب, لكن هقول ان فرصه جت لموسيماني للانتقام من موتسيبي تحت شعار بقى ان هو حبه للاهلي. انا مش هدخل في النوايا, مش هدخل ايه في النوايا. عايز ارجع بس قبل ما اطلع للتقرير بتاع تويتات موسيماني وكل الكلام ده, عايز ارجع تاني يا جماعه لاوروبا اكمل لكم انا اوريتكم دلوقتي انه في اليورو بطولة الأمم الأوروبية 24 كل حاجة يعني, ناقص بس يمكن 3 دقايق ويعلنوا لنا الحكام. أنا اللوم الوحيد عليهم إن ما قالولناش الساعة كام الماتش بتاع الفاينل أو الافتتاح. بس كمان بيقول لك إيه بقى التغييرات اللي في دوري أبطال أوروبا ده, أعلنوا كمان تغييرات هتتم في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-2025 يعني السنة دي, لا اللي بعديها لا, بعد موسمين من دلوقتي هيبدا تحصل تعديلات في دوري ابطال اوروبا. مش فجاه دلوقتي الحق الدوري من لا من مجموعتين امسك ياض هنعمل دوري المجموعتين, لا بقول لك ان خلي الدوري الدور الاولاني. احنا ساعات لما طلعنا افكار هنا عشان نظبط الدوري المصري, ثانيه واحده يا جماعه, عشان نظبط الدوري المصري طلعنا بافكار كتيره جدا. قال لك ايه ما تعملوا مجموعتين واحد تاني, قال لا 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 لا, طب ما تيجي نعمل الدور الاولاني من دورين والدور الثاني من دور واحد. واحد تالت قال لك لا لا لا, ما تيجي بقى ايه لو نخليه دورين بس دور من 8 ودور من 8 يلعبوا بعض ويلعبوا, نجيب الاثنين اللي هنا مع الاثنين اللي هنا يلعبوا بعض. طلعنا اللي هو ايه الدوري بتاع بكره, لا ده الناس دي من الاستفزاز قايل لنا هيعملوا ايه بعد 3 سنين وبعت لهم يعني. مش عايز اقول ان هم صحرة ولا حاجه, لا بس الفرق ان هم بيشتغلوا بجد, واللي بيعملوه دي مش كيمياء يعني. يعني الناس دي يعني مش معناه انهم اذكى مننا واشطر مننا وامهر مننا وفريكيكو وبريكيكو, لا خالص, بس عندهم حساب. الناس بتحاسب ما بتهزرش, ما يقدرش يهزر, ما يقدرش يهزر اصلا. قال لك تنطلق البطوله بوجود 36 فريق في نظام دوري, كل فريق هيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفه, 4 منهم على ارض و4 خارج ارضه. الفرق الثمانيه التي ستحصد اعلى نقاط في مرحله الدوري ستتاهل مباشره الى دور ال 16, فيما ستلعب الفرق ال 16 التي احتلت المراكز من 9 لل 24 مباراتين ذهاب واياب, بحيث تتاهل منهم 8 فرق لدور ال 16 ايضا. نفس النظام سيطبق في الدوري الاوروبي ودوري المؤتمر, البطولتين التانيين الاقل من المؤتمر الاوروبي, لكن الفرق الوحيد ان بطوله دوري المؤتمر ستخوض فيها الفرق 6 مباريات في المرحله الاولى بدل 8 لان هتبقى المباريات اقل. ادي يا باشا
الناس بره شغاله ازاي واحنا في افريقيا شغالين ازاي.